تستمر فعاليات الأسبوع الزراعي 14 لمعدات المكننة والإنتاج الزراعي والحيواني على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة دوائر وشركات وزارة الزراعة، فضلا عن مديريات الزراعة في المحافظات وشركات القطاع الخاص المختصة بالإنتاج النباتي والحيواني من داخل العراق وخارجه. المعرض الكل يعلم أنه طبيعة المشاركة مفتوحة، كل الجهات بما فيها الجهات الدولية يعني الفاو مشاركة، جهات القطاع الخاص، الشركات الآن هسه يعني إذا حضرتك تتجول بالمعرض عندنا شركات مدعومة من وزارة الزراعة ومن المنظمات الدولية قدمت المنتج، الآن يعني مسرورين أنه شفنا منتج محلي أجبان ألبان قيمر وبمواصفات محترمة جدا. المفروض أي فلاح يقوم بزراعة أي بذور أو أي شيء يعني يستخدمه سواء كان من قطاع خاص أو عام، ننصح الفلاحين وننصح الجهات المعنية بالزراعة أنه تبدأ بعملية فحص بذورها قبل ما تزرعها. مشاركون وممثلون عن شركات متخصصة في القطاع الزراعي بجميع مفاصله استثمروا المعرض في إقامة أجنحة خاصة لعرض منتجاتهم المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى المعدات الخفيفة والثقيلة، متطلعين في الوقت ذاته إلى تبادل الخبرات المحلية والأجنبية والاطلاع على آخر التقنيات والأساليب الحديثة لتطوير هذه القطاعات. عندنا عقود مع وزارة الزراعة نفذناها، وحاليا نجهز القطاع الخاص وخاصة الفلاح. المرشة الزراعية تغني عن أمور هواية، يعني التوفير بالمياه، توفير بالأسمدة. اليوم احنا مشاركتنا عراقية فرنسية بريطانية، احنا اليوم مهتمين بزراعة النخيل النسيجي، زرعنا أكثر من 60,000 نخلة بالعراق بين النجف والدوانية، ونحاول نكاثر هاي الأصناف اللي نادرة بالعراق. دخلنا أكثر من صنف، المجهول، البرحي، الشيشي، الإخلاص، العجوة، واليوم احنا أخذنا وكالة فرنسية سيربيوتك لإنشاء أكبر مختبر بطاقة إنتاجية 400,000 نخلة سنوياً. طبعاً شركتنا رائدة بإدخال تقنيات زراعية حديثة للعراق بإقامة شراكات متعددة مع شركات عالمية ووكالات من مصر والإمارات وتركيا وإيران وكوريا الجنوبية، بإدخال تقنية بلاتفار متابعة النباتات من الأقمار الصناعية وإدخال الأسمدة الأورجانيك. كما كان لقطاع الدواجن وبيض المائدة حصة الأسد من ناحية كمية ونوعية المشاركة لحرص أصحابه على عرض منتوجاتهم والبحث عن شراكة حقيقية مع الجهات الحكومية، لا سيما وأن هذا القطاع يعاني تراجع الكثير من مشاريعه الخاصة بسبب قلة الدعم والإغراق السلعي بحسب مختصين وعاملين فيه. توجيه الدعم للقطاع الخاص وبالأخص مشاريع الثروة الحيوانية كونها لها علاقة بالأمن الغذائي، لها علاقة بالقيمة المضافة. العراق يمتلك 45 مليون دجاجة بياضة عدا قطاع اللحم، اليوم نقدر نقول بكل أريحية 70% من هاي المشاريع متوقف، وال30% الموجود يشتغل ب20 أو 50% من الطاقة. اليوم مشاركتنا في معرض بغداد الدولي ضمن المعرض الزراعي هو لإيصال رسالة للجمهور وللحكومة أن قطاع الدواجن هو قطاع واسع، قطاع اقتصادي كبير، الاستثمارات البيئة بمليارات الدولارات. هدفنا وطلبنا من الحكومة، الحكومة هي اليوم الراعي للاقتصاد، أن ندخل في شراكة وتفاهم مع الحكومة لإدارة هذا القطاع. القطاع لازم يستمر لأن به عدة جوانب إيجابية: توفير أمن غذائي، توفير فرص عمل، توفير أمن مجتمعي. أما وزارة الزراعة التي اختارت شعار حماية ودعم المنتج الزراعي ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، فقد أكدت أن أسبوعها الزراعي سيكون محطة مهمة لتسليط الضوء على القطاع الزراعي وتفعيل الأسس الداعمة للمنتج المحلي، على أمل أن يكون المعرض بابا لفتح آفاق تعاون جديدة مع مختلف دول العالم. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، بغداد.